ضيفي لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع ده خفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف هاتلي قلبك ده وانا اقوله البعيد لازم نوصله هاتلي قلبك ده وانا اقوله البعيد لازم نوصله اللي راح وانت محبتنا اللي جاي هيحل محله 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 هاتلي قلبك ده وانا اقوله البعيد لازم نوصل له هاتلي قلبك ده وانا اقول له البعيد لازم نوصل له اللي راح وانت محبتنا اللي جاي هيحل محله 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 مين ده اللي يقدر ما يحبكش مين ده اللي يقدر على بعدك القلب حبك وما قالكش يا ابو العيون في الهوى حاله مين ده اللي يقدر ما يحبكش مين ده اللي يقدر على بعدك ده القلب حبك وما قالكش يا ابو العيون في الهوى حاله محله 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 وانا اقوله البعيد لازم نوصله هاتلي قلبك ده وانا اقوله البعيد لازم نوصله اللي راح وانت محبتنا اللي جاي هيحل محله 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 هاتلي قلبك ده وانا اقوله ايوه سقفوا لنفسكم يا حلوين منوري ان شاء الله تتبسطوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف عندنا اكل النهارده حلو قوي في ريستورانت انا دقته اصلي بصراحه قبل ما ابتدي عشان كنت جعان وتحيه للشيف يوسف اهلا وسهلا اهلا بيك يا شريف عامل ايه زي الفل حبيبي انت بقيت مدمن كوكي جولد اللاين ده حلو قوي يا شريف عجبني انا دقت اصل السمك يجنن السمك مش طبيعي في الجمال طب احكي لنا كده سفرتك فيها ايه اهم حاجه كوكي جولد عامله لنا سمك فيليه متبل حلو قوي هنعمل معاه رز بالخرشوف وهنحلي بباناكوتا المهلبيه الايطالي الايه باناكوتا اوكي انت منور حبيبي تسلم بعد ما نخلص مع الشيف يوسف هنتكلم النهاردة عن ونقول أخبار تلاجات تورنيدو بقول تلاجات لأن انتوا هتشوفوا النهاردة مجموعة متنوعة ومجموعة غنية جدا من تلاجات تورنيدو بكمية إمكانيات وأوبشنز غير عادية وبضمان عالي جدا ضمان العربي طبعا وهنتكلم ونقول آخر الأخبار والألوان والأشكال والأحجام التلاجات والكلام ده كله هنستعرضهم النهاردة عندنا في 4 شارع شريف فخر الصناعة المصرية بالتكنولوجيا اليابانية نختم بقى النهاردة وإحنا عمالين كده نغير لها في الأيام بتاعتها كنتوا دايما بتشوفوها يوم الثلاث بس إحنا قلنا نغير شوية أوكي وسوسو سعاد سليمان أهلا
سوسو ازيك يا حلو؟ ايه اللي حلو؟ حلو قوي. انا مش عارف ده ايه، ده جلابيه ولا فستان؟ مش عارف. ولا بلوزه طويله؟ انا عجبتني اشتريتها. هي حلوه بس خلاص. حلوه ومفنكشه كده وفيها حاجات لطيفه. فيري نايس، لايقه عليكي، انت مفنكشه. بس فادي هات لها شربات، محتاجه تشرب شربات. شربات لوز. شربات لوز الابيض ده؟ شربات لوز ده حاجه عظيمه. طبعا غالي. طبعا شربات لوز لو سمحت. لو سمحت. ها مين النهارده حكايتنا عنه؟ احنا هنتكلم عن المستشرق ادوارد ويليام لين. اسمه ايه؟ ادوارد ويليام لين، مستشرق بريطاني. جه مصر يعني ولا ايه؟ طبعا عاش في مصر فتره طويله، وكان مسمي نفسه منصور افندي. ده في انهي فتره؟ بعد ده هو جه 1825 في طبعاً. عصر محمد علي. هو جه ثلاث مرات، اخر مره كانت 1849. اوكي، كله في عهد محمد علي. تقريبا. اوكي، من وعمل حاجات مهمه جدا هنعرف. هو العيله كلها بتاعته مهمه، لان هي كانت مهتمه بمصر تحديدا. يعني ابن اخته عمل كتاب عن القاهره، ستانلي لين بول. اخته صوفيا لين بول عملت كتاب عن اسمه حريم الباشا، هو مترجم لحريم الباشا، عن الستات في مصر في اخوه اسمه ايه؟ نعم. اخوه اسمه ايه؟ ابن اخته اسمه ستانلي لين بول. ستانلي؟ ستانلي. يعني بلاج ستانلي ده متسمى على اسمه؟ مش عارف. مش عارفه؟ لا مش عارف. اسمها مش عارفه، انت بتقولي مش عارف ليه؟ انا انت عمري في حياتي ما قلت مش عارفه. ليه؟ ما هو اصلا وعلى فكره دي بالشطره. مش في مؤنث وذكر ومؤنث؟ مش باخد بالي. مش واخده بالك من ايه بالظبط؟ ان انت انثى؟ لا. المساله ليها علاقه بالاي بي جينات ولا بالهرمونات؟ لا يعني انا شايف، يعني انا بتعامل مع الحياه ازاي؟ انا بتعامل مع الحياه لان انا راجل، فما اقول مش عارف. لا بس انت هنا في الشارع عندنا انت انثى. انا ست الانثويات. بس كده، فما تقوليش على نفسك، فاهمه؟ ما تقوليش الكلام وحش على نفسك. لو سمحتي ارجوكي فهمي نفسك صح. فادي ما تجيب لها الشربات، هتلاقيها سد الحنك. ايه الست دي؟ ماشي، منوره يا استاذه. عندنا النهارده مزازيكي مع مؤمن خالي. اهلا. بونسوار. بونسوار. اخبارك ايه؟ الحمد لله. هو باهر مضايقك؟ لا ده حبيبي، ده انا بحبه والله. انت بتحب كل الناس، بتكره مين؟ انا؟ او مين مش بتحبه؟ مين بتستغلسه كده يعني؟ من هنا من المجموعه دي؟ لا في الحياه عامه. ليك اعداء؟ في اكيد اكيد في ناس يعني، بس يعني انت ليك اعداء مثلا؟ لا مش لدرجه اعداء. لا لا بس في ناس ما بتستلطفهاش. اكيد طبعا. اللي هم ايه عاملين ازاي؟ ما يعني بحبش حد مؤذي، ما بحبش اشوف حد مؤذي، لما بشوف حد مؤذي ما بحبش اتعامل معاه. انت عمرك اتخانقت؟ يا مره تقريبا. وضربت ولا اتضربت؟ الاثنين. طب اكتر شتيمه قبيحه قلتها ايه؟ طب هقولها لك بقى بعدين. مش هينفع دلوقتي. يا عم قول واحنا نبقى نشيلها في المونتاج. لا لا خلاص. طب اقول لك انا ونبقى نشيلها في المونتاج؟ ماشي براحتك. بجد؟ دي اخره؟ يا حمار. ده اكتر حاجه. طب انا عايز اقول لكم حاجه، اللي يقول لحد يا حمار او يا كلب، هو على فكره الحمار من الحيوانات الذكيه جدا والوفيه كمان جدا، والكلب هو اوفى من الانسان. فانا بالنسبه لي لما حد يقول لحد يا كلب، على فكره انت لما تشبه انسان بكلب دي حاجه عظيمه جدا، لان الكلب الوفاء كله، الاخلاص كله كله كله. في واحد هناك، انت مش عاجبك الكلام ولا ايه؟ ولا دماغك وجعاك؟ اجي لك. طيب هتسمعونا ايه يا اولاد؟ هنغني مع رستو. ما وعدتك بنشوم الليل رستو. ايوه. عارف مسرحية الدخول بالملابس الرسمية؟ هو مش عارفها. لا استنوا بس. ايه هو مش عارف بطولة مين؟ بقى حدش يقول، بقى حدش يقول بطولة بكرة عزة تقريبا. مين كمان؟ اهو بقى انتوا بتغششوا. بيغشوا. والاستاذة سهير البابلي والعظيمة صاحبة السعادة استاذة اسعاد يونس. أيوة. كانوا عايشين في الفيلا. بس بقى. ولا يا رستم. رستم يالا. افتكرتها. طيب ما بوعدتك بنجوم الليل للاستاذ وائل كفوري، نسمعها
بعدين ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم في ريستورانت مع شيف يوسف يعمل الحاجات اللي قال عليها. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا وما وعدتك بنجوم الليل، لا بترحم خيوط الشمس، ولا بجبلك عطهور الخيل نوز الجن ومال الإنس. ما وعدتك بنجوم الليل، لا بترحم خيوط الشمس، ولا بجبلك عطهور الخيل نوز الجن ومال الإنس. أنا زلامي عقد الحال ومملك في قوف وموال، أنا زلامي عقد الحال ومملك في قوف وموال، ومن جيرة عن جدي وبال. أنا ما عندي قصور، ولا مخدي من ريش نعام، ولا كساتي من بلور، ولا جواري ولا خدام. أنا ما عندي قصور، ولا مخدي من ريش نعام، ولا كساتي من بلور، ولا جواري ولا خدام. عندي بيت براس الجر وجرة مي وحالة ورد، عندي بيت براس الجر وجرة مي وحالة ورد، وعلى صوت الحسون بحس، وعلى صوت الحسون بحس. وما وعدتك بنجوم الليل، لا بترحم خيوط الشمس، ولا بجبلك عطهور الخيل نوز الجن ومال الإنس. أنا زلامي عقد الحال ومملك في قوف وموال، أنا زلامي عقد الحال ومملك في قوف وموال، ومن جيرة عن جدي وبال. أوبا أيوة أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مره تانية. اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه حبي يشارك بيها معنا، خشوا على صفحتنا على الفيسبوك 14 شريف. كمان ممكن تتواصلوا معي من خلال الانستغرام شريف مدكور تي في. عندنا النهارده الاكل شكله حلو، ريحه السمك تجنن. ومره تانية برحب بالشيف يوسف. اهلا بك يا جو. ازيك يا شريف، اخبارك ايه يا جو؟ زي الفل. عامل ايه يا جو؟ النهارده سمك، انت عارف انا بحب السي فود. كلنا بنحب السمك، وبالذات لو من كوكي جولد. حلوه قوي بقى. فيش فيليه 500 جرام، ده حاجه جميله خالص. تتبيلته روعه. ايه اما انت مدمن اصلك كوكي جولد؟ انا بحب كوكي جولد. اللاين ده حلو قوي. ده حقيقي. لا وريحه الحاجه بصراحه متبهرك مظبوط قوي. طب انا هشاور تقول ايه ده؟ يلا بينا. خلاص ايه ده؟ ده الفيش فيليه بتاع كوكي جولد. وعاملينه مع صوص ترتار. صوص ترتار. اوكي تحفه. طب وايه ده؟ ده رز بالخرشوف. خرشوف وصويا صوص. الله 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 الله. وده ايه؟ ده سلطه، يعني بنلعب بس سلطه من صقليه برتقان. من صقليه. صقليه سيسيلي. وده ايه؟ ده باناكوتا المهلبيه الايطالي. كان من زمان نفسي اشوفها. بجد؟ هي دي؟ هي كان نفسها تجيلك بقى. يعني تحت مهلبيه فوق جيلي ولا ايه؟ صوص فراوله. اوه الفراوله طلعت؟ فروزن. يعني ليه كده مجمده بقى يا ولد؟ ما هو بقى احنا لازم ماشي نشغل نفسنا. طب انا نفسي اكل سمك وابتدينا كده. يلا بص انت خليني بس اقول حاجه. هو النهارده السمك هو عامله ومقدم معاه الصوص تارتار، وفي رز هنا ممكن وسلطه كمان. السمك ده انا بحب قوي اكله وجنبيه بطاطس محمره. فيشن شيبس طبعا. فيشن شيبس طبعا دي الاكله الشعبيه في انجلترا. بالظبط. فممكن تعمله برده بكوكي جولد فيشن شيبس. هتعملوا السمك زي ما هنعمله دلوقتي ومعاه بطاطس محمره، وصوص التارتار بيبقى جميل مع البطاطس المحمره. فممكن تعملوا، وممكن برضو السمك ده يتقطع حتت ويتحط مع الرز. بالظبط. ممكن تعملوا ساندوتشات ويتحط عليه مايونيز وكاتشب ومستردة. ممكن نستخدمه استخدامات في الحقيقه كتيره.
قول لنا مقاديرك. احنا هنعمل بس الصوص بتاع التارتار، هنحتاج كوبايه مايونيز، معلقه كبيره مخلل خيار مفروم، معلقه كبيره عصير ليمون، معلقه كبيره بقدونس مفروم ناعم، معلقه صغيره توم بودره، معلقه هوت صوص، ربع معلقه سكر. أوكي. ونقول مقادير رز ولا لما نيجي نعمله؟ لا، لما نيجي نعمله. طيب، وعندنا هنا علبه كوكي جول. احنا كده لغايه دلوقتي انت عملت ايه قبل كده في كوكي جول؟ عملنا الهوت دوج. هوت دوج، طبعا. وشيف ياسر عمل عمل شريمبس ولا فظيع. شريمبس ده يجنن بقى، فظيع. الجمبري يجنن. طيب احنا بس خلينا نوري الناس العلبه والعلبه فيها ايه. العلبه دي 500 جرام، احنا نقرأ لكم كل حاجه ممكن تجيبها لي وسهله في الفتح بقى. انا النهارده بقى قلت اجرب. انا متغدي اصلا فيش اند شيبس على فكره. والله طب انا عرفت ازاي؟ هنا مكتوب طريقه الاستعمال ومكتوب ايه ده، عندهم هوم ديليفري، عندهم خدمه التوصيل للبيت كمان. ده انا اول مره اعرف المعلومه دي. وانا ما اعرف. فممكن تتكلموا على الرقم الموجود على العلبه، الهوت لاين، وهنا في مكتوب هوم ديليفري. طيب، ودي كوكي جولد، ودي العلبه ال 500 جرام ميديترينيان فيش فيليه، يعني الميديترينيان هو البحر المتوسط، يعني ده سمك من البحر المتوسط. هتفتحها ولا افتحها انا؟ لا، بليز دو. بليز دو، ماشي. هقاتك. انا اصلا من كتر وانا بعمل الاكل النهارده، من كتر ما ريحته عجبتني طمعت فرحت. ايه؟ جبت واحده زي اوكي. بس هي سهله على فكره. ما هي سهله، بس انا النهارده عندي مشكله ان انا ايديا منمله. اوكي، سلامتك. انا بعتذر. انا بعتذر عشان قعدت فتره وانا عندي السفره ما اخدش ادويه الاعصاب. فالدنيا باظت. اهو، الله الله، عندنا زيت بيقدح. ايوه يا فندم. اوكي 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 يا ولاد، اهو كوكي جولد. تعالى يلا بينا. تعالى اهو. اوبا اوبا اوبا. على فكره هي يعني ما بتقعدش كتير في الزيت خالص خالص. اول لما لونها يبقى ذهبي هنشيلها فورا من الزيت. هي بتاخد دقيقتين على كل وش. بس اوكي يلا. بص طيب. بقى انت شامم ريحه التتبيله حلوه ازاي؟ اول ما بتتحط بتشم ريحه التتبيله بتاعتها. فعلا ريحه التتبيله، انتوا هتجيبوها وتجربوها في البيت هتتبسطوا. اهو هنبتدي نقلبها. اوكي، قول لنا كده عايز تعمل انت صوص تارتار؟ ممكن جدا. يلا بينا. يلا بينا. يلا ميرسي كوكي جولد. يلا هنحتاج بقى عشان صوص التارتار هنحتاج المايونيز الاول. مايونيز، وده خيار مخلل انا فرمته ناعم، وده السر بتاع الصوص اللي فيه مطاعم مشهوره قوي يا شريف بتحطه على السمك. وبيبقى حلو قوي. هو مع السمك الفيليه فظيع من غير ما نقول يعني، بس هو ده من احلى صوصات السمك. انا بحبه جدا. عصير ليمون، شوية هوت صوص. هوت صوص وشوية توم باودر، شوية سكر صغيرين قوي. انت النهارده مش شاممني ولا ايه؟ وبقدونس مفروض. انت جايبها لي في عيد ميلادي. شاممة يا حبيب قلبي، مبسوط جدا يعني. ده شرف ليا. شرف ليا. جاب لي رشوة ازازة برفان فظيعة. لا دي مش رشوة، ده شكر. ومهما هقعد اشكر يعني مش هيبقى كفايه. تستاهل كل خير يا رب. ها كده خلاص الترتار. حطينا بقدونس ناعم. بقدونس ناعم. اوكي، وكده جاهز. لا لسه بقى السمك بيبقى روعه بقى. لسه السمك ما بقاش لونه. احنا ممكن نعمل الرز. نقول بقى مقادير الرز. يلا بينا. هنحتاج كوبايه كبيره رز ابيض، كوبايه قدها ميه بالظبط، كوبايه كبيره خرشوف قطع، كوبايه صغيره صويا صوص غامق يا ريت، مرقه لحمه، ملح وفلفل، عود قرفه، معلقه كبيره توم مفروم، معلقه كبيره جنزبيل مفروم، معلقتين زبده، ومعلقتين زيت. اوكي يلا بينا. احط ايه هنا في الطاسه؟ الزبده مع شويه زيت صغيرين. زبده هنا دي. اوكي
استخدم دي؟ اه طبعا كله كله تبعنا. يبقى حطينا الزيت مع الزبدة. بعدين بص ما خدتش وقت خالص. وبتبقى مستوية جدا على فكرة بقى. دي معلقة ثوم مفروم. اوكي. وبعدين مفروم. معلقة جنزبيل مفروم معاها. فريش؟ اه فريش، بس انا فارمه ناعم قوي برضه. اوكي. عشان خاطر احنا هنعمل رز فانا مش عايز يبقى فيه حتت، بس لو عايز انت من الناس اللي بتحط حتت نحط. عود قرفة. استأذنك في الخرشوف. الخرشوف ده مسلوق؟ لا. ني. ما انا عشان هسويه مع الرز. فالخرشوف يا جماعة ناية. ناية عادي. نبتدي نطلع في السمك. نتنضف ونتقشر. اهو. وطبعا السمك ده كمان ممكن يتاكل جنبيه طحينة. لان مش عايز يعمل المايونيز والكلام ده، ممكن يبقى جنبيه طحينة وشوية كمون للي بيحب الكمون، مع شوية بصل احمر متقطعين ترانشات. يا الله على الجمال. جوعتكم؟ لا هو فريش قوي، يعني اول مره سمك في بوكس وفي علبه احس ان هو حاجه طازه قوي كده. ده حقيقه. طيب هنحط ايه بعد كده؟ هنحط الرز. ممكن الرز يا مسيو؟ ده الرز احطه كله؟ اه كوبايه وقدها ميه. ممكن قدها ميه؟ كوبايه بقلب وقدها ميه بس. هنا ممكن بقى الصويا صوص الغامق. اشمعنى صويا صوص؟ عشان لازم يبقى غامق، عشان هو اللي هيدي اللون بقى اللي انت شايفه في البرزنتيشن. ده صويا صوص اهو. اه كله بس. اوكي خلوا بالكم ان هو بيبقع. افضل ان هو غامق عشان يدي معايا اللون الصح، لان لو فاتح هضطر احط كميه كبيره وهيملح قوي. بس كده يا سيدي. مره كنت قاعد باكل سوشي وراحت السوشيه واقعه في صويا صوص. خلاص كده راح. التيشيرت راحت. بس المحل اللي كنت فيه بقى طلعوا جدعان قوي، جابوا لي كحول. وقعدت ارش بسرعه على التيشيرت. طب والله كويس. عايز اقول لك انه راح ما بقعش بجد؟ مع ان هو بيبقع جامد. هم لا ما بقعش بصراحه. انا مش هحط ملح هنا يا شريف عشان الصويا صوص اوريدي مالح قوي. ممكن طبعاً. نزود فلفل لو عايزين. وهسيبها بقى ايه لحد ما تستوي يبقى الشكل ده. خلاص كده؟ خلاص كده يا فندم. وايه الخيار المخلي هنا كده؟ ده كنت عشان انت لو حابب تعمل طبق وتدلع نفسك وكده. هدلع نفسي. طيب وايه الخس ده؟ دلع برضو؟ طب تعالى ندلع بقى ال تعالى ندلع الطبق. كان نفسي فعلا في البطاطس. بطاطس محمرة؟ مع يعني قصدي هو كان صح طبعا. مع ال بس بقى ملهاش يعني، مش هاجي اعمل بطاطس بقى معانا. لا لازم. لا ومش كل الناس بتحب البطاطس مع السمك، خلي بالك. يا نهار ابيض، ده فيشن شيبس دي يعني. لا مش كل الناس بجد؟ لا طبعا. اهو طبق على شكل سمكة. هو برضه بيني وبينك السمك مع الرز بيظبط. طبعا. طبعا. انا بحب السمك مع الرز. كده استوى بقى زي الفل. هنرصه اهو. جربوه هتتبسطوا، هتدعوا لي، هتدعوا الكوكي جولد. اهو. وبعدين صوص التارتار. ايوه بقى حطه جنبه هنا اهو. شفت؟ انا عارف ان انت هتدلع ال وبعدين نجيب الخيار المخلل نحطه هنا ثلاثة كده، والبصل اهو. انا بحب البصل الابيض ده قوي. جدا. اسمه بصل سكري، ده جميل قوي. ده اسباني بيقولوا عليه؟ لا انا عارف ان هو اسمه بصل سكري، ما اعرفش بقى جاي منين بصراحه عشان ما افتيش. لا هو مصري بس ساعات بيقولوا في منه المصري طبعا. الله وريني كده.
وريني كده الجمال كده. وريني الجمال كده اهو. لا ما تجيبش بقى ورا الحاجات دي، شيل بقى الحاجات دي. انت شايفني عمال اظبط الطبقه على الشاشه. ساعدني ساعدني، خلي الباك جراوند يبقى شكله لذيذ. عايز اشوف مين اللي البرزنتيشن بتاعه هيكسب. مش معقول ابدا الناس دي. محدش بيساعد حد. انا هبعت لكوكي اقول لهم انا برزنتيشن احلى، ماليش دعوه. لا طبعا هيقولوا انا. اكيد طبعا. خلاص طيب كده عملنا الرز وعملنا سمك كوكي جولد. نغني اغنيه، يلا بينا نتسلطن مع مؤمن خليل واغنيه للست ام كلثوم. بعديها فاصل ونرجع لكم نعمل الاسمهال بتاع ده. باناكوتا باناكوتا مزيكا. كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله، سنين بحلها ما فات جمالها على حب قبله. كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله، سنين بحلها ما فات جمالها على حب قبله. سنين ومرت زي الثواني في حبك انت، وإن كنت أقدر أحب تاني أحبك أنت. كل العواطف الحلوة بينا. رجعنا لكم مره ثانيه نعمل بقى الباناكوتا. صح كده، مش تقول لي ان انا هي اللي ادتك الفكره بتاعه الباناكوتا. ده الالهام بتاعي. عندنا هنا عضو جديد في عضوه جديده في البرنامج. قعدت تقول له نفسي في الباناكوتا، نفسي، بس هي ما بتنطقهاش باناكوتا، بتنطقها باناكوتا. قلت لها ما ينفعش يعني هنا اسمها باناكوتا، مش مشكله. صح مره كده، بس هي كانت عايزاها بالمانجا. يا حلوه بتبقى بالمانجا برضه. صح خلاص نينا المره الجايه في المانجا عشان ما تزعليش نينا. المره الجايه المانجا علينا. يلا قولنا مقادير للباناكوتا. هنحتاج كوبايه ونص لبن كامل الدسم، كوبايه كريمه، نص كوبايه سكر، معلقه فانيليا، كوبايه صغيره جيلاتين باودر، والصوص الفراوله بتاعنا هنحتاج كوبايه كبيره فراوله، نص كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، 2 معلقه عصير ليمون، معلقه فانيليا، ومعلقه نشا ذره. ماشي انا موافق. يلا نبدا. هحط على النار اللبن بتاعي، وبعدين الكريمه. الايه؟ اللبن وبعدين الكريمه. عايز مضرب؟ لا انا معايا ويسك. او اسمه مضرب. مضرب مضرب مضرب. ويسكي ده مش هنا. لا مش ويسكي، ويسك. بعد ما حطيت اللبن مع الكريمه. حاجه غريبه قوي الناس دي، ما تتكلموا عربي. كوبايه ونص لبن وكوبايه كريمه، حطيت نص كوبايه سكر، وتقلب. وبقلب. ايه طريقه التقليب دي؟ ايه في ايه؟ لا ما كده مش احنا ما بنعملش كده بابا. امال ايه كده اهو؟ ما هي لا ما انا يعني اصل هي عايزه هدوء. هدوء ليه؟ عايزه هدوء. هدوء ليه؟ طيب ماشي، احنا برنامج تلفزيوني. الدقيقه عندنا الهوا، مش معلش مش جايبين لكم لبن هنا، هو جوه بس. هو بقى كده شويه فانيليا. فانيليا اهو يا اولاد، بصوا اهو جوه لبن، يعني مش ضروري يشوفوه. لبن وكريمه وكريمه وسكر وفانيليا ومعلقه فانيليا. وده ايه؟ ده بقى الجيلاتين الباودر. يلا اهو عشان يمسكها في بعضها. مش هسيبها تغلي.
انا يا دوبك بس يعني بص عملت ازاي كده اهو كريمه بس اشيلها كده من على النار واشيلها على طول لان هي ما ينفعش تغلي مش هسيبها تبرد خالص وهبدا بقى في الصوص بتاعي اهو صوص الفراوله انا عايز بس حاجه اجيب فيها عايز حاجه اجيب بيها ماشي اهو دي نطفيها احط فراوله تتلقها 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 على طول يا حبيبي انا مش عايز ابهدل لك الدنيا لا مش هتبهدل الدنيا عادي الاكل عادي برضو عادي متاكد عادي ها وده ايه وعليها نص كوبايه سكر تانية كميه السكر اللي في الاكل معلش بقى حلويات بقى معلش مشكله هنا انا عايزه تتغذى معلش انت عارف انا يعني لازم نفرح نانا ونفرح البيت كله وبرضو معلقه فانيليا صغيره واسيبها دي بقى ايه تقول مع نفسها شويه بس عايز شويه ميه هناك ايه الريحه الحلوه دي الفانيليا فظيعه مع الفراوله لا 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 بص حاجة بقى عينب. هي طبعا ايه مهما ما نسيبها شويه هتبقى ايه انت عايزها ترش انا عايز لا عايزها تتقل شويه كده يعني فبحط لها شويه نشا ميه لا استنى هات 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 اللي جوه جوه حبيبي يلا عشان تتقل بسيبها بقى يعني مثلا دي تلت ساعه خلاص احنا هنسيبها بقى احكي حضرتك عملت ايه النهارده في سفرتك عملنا سمك فيليه من كوكي جولد ايوه وعملنا رز بالخرشوف وعملنا الباناكوتا والسمك عملت معاه الصوص التارتار صوص التارتار ايوه كده طبعا ميرسي العفو يا حبيبي ميرسي يوسف العفو يا حبيبي شرفتنا نورتنا انستنا هنسمعك اغنيه حلوه يلا بينا هنسمع دلوقتي عنابي وبعد كده نرجع لكم بقى ونتكلم على اشكال والوان ثلاجات تورنيدو تورنيدو مش عنده شكل واحد ولا شكلين للثلاجات كل ما تتخيلوه من اشكال ثلاجات هتلاقوها عندنا في تورنيدو فنسمع النبي وبعد كده نرجع مع ثلاجات تورنيدو نعرف ايه اخر اخبارها خليكم معنا لو سمحتوا مزيكا عالنبي يا عالنبي يا خدود الحلوة احبابي يا احبابي يا رموش الحلوة عالنبي يا عالنبي يا خدود الحلوة احبابي يا احبابي يا رموش الحلوة يرضيك الحلوة يسيبني للنار اللي بتدودني يرضيك الحلوة يسيبني للنار اللي بتدودني ايه قصد الحلوة ايه قصد الحلوة وعيونه يا ناس أهيانة بتصحي قلوبنا عشانا وعيونه يا ناس أهيانة بتصحي قلوبنا عشانا يا مصبح علينا أمانة لا توصل حلوة وعيونه يا ناس أهيانة بتصحي قلوبنا عشانا وعيونه يا ناس أهيانا بتصحي قلوبنا عشانا يا مصبح علينا أمانة لا توصل حلوة وتقول له إن في أحباب فاتحين للمحبة الباب وتقول له إن في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحلوة يرضيك الحلوة يسيبني النار اللي بتدوبني يرضيك الحلوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصد الحلوة ايه قصد الحلوة
رجعنا لكم مرة تانية وأخبار تورنيدو. النهاردة هنتكلم عن تلاجة تورنيدو. تلاجة تورنيدو لما نتكلم عنها أول بس حاجة هنقولها عشان أي حد بيحب يشتري تلاجة وتورنيدو إحنا واثقين جدا في منتجاته، فتلاجات تورنيدو ليها ضمان 10 سنين. من السلع المعمرة اللي بنقول عليها بتعيش وتستمتعوا بيها، تخلي دايما الأكل طازة وحلو وفيها ميزات كتيرة قوي. ولما نتكلم عن موديلات تلاجة تورنيدو هنلاقي عندنا 4 موديلات بأحجام مختلفة هنتكلم عليهم النهاردة بالتفاصيل. وتعالوا بقى نبتدي نتكلم عن أول تلاجة جنبي أنا معجب بيها إعجاب غير عادي. التلاجة دي يا جماعة فيها حاجات أنا أول مرة في حياتي أشوفها وما كنتش أتخيل إن في تلاجة فيها حاجات زي كده. إحنا قبل بس ما نتكلم ونشرح التلاجة بتفاصيلها، اطفوا النور، اطفوا النور بقى وشوفوا التلاجة دي فيها إيه. التلاجة جوه فيها LED، وبصوا الأرفف بتاعتها فيها الحاجات المنورة دي كلها، شكلها يجنن في الحقيقة، شكلها حلو قوي قوي قوي. طب ولعوا النور خلاص. طيب التلاجة دي فيها ميزات زي ما قلنا كتيرة جدا. الموديل ده سعة لترية 560 لتر يعني 20 قدم. في شاشة ديجيتال هنقفلها اهو كده، اهو هاتولنا الشاشة الديجيتال بتاعتنا. الشاشة الديجيتال بتاعتنا فيها للفريزر، اوكي، وهنا الفريزر تحت. الفريزر بتاعتنا درجة حرارة 24 تحت الصفر، 22 تحت الصفر، 20 تحت الصفر، 18 تحت الصفر، 16 تحت الصفر. وهنا درجات الحرارة الخاصة بالتلاجة 2 درجة مئوية، 4 5 6 8. دي الشاشة بتاعتنا تلاجة تورنيدو. هنا بنفتح التلاجة كده اهو مرة تانية اهي عشان نتكلم عليها من جوه، وده الفريزر الخاص بيها. عايز اقول لكم حاجة، التلاجة دي بتاخد كمية حاجات غير عادية، والفريزر الخاص بيها اهو في درجين، الدرج عميق جدا بيترص فيه حاجات، لو اترصت صح ممكن تتملي حاجات كتيرة قوي قوي قوي. فهنا في الدرج وفي درج تاني، الدرج اللي فوق هو الأكبر، ده الفريزر بتاعنا. طيب ايه بقى اهم الميزات اللي في تلاجة التورنيدو اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ فيها فلتر بيوزع ايونات سالبة بتقضي على البكتيريا والروائح الكريهة جوه التلاجة. فاكرين زي ما بقى كنا نقعد نجيب الفحمة السوداء عشان الريحة والكلام ده، عشان ريحة مش عارف الطبيخ ما تجيش على التورتة والكلام ده، الكلام ده ما عندناش في تلاجة التورنيدو. احنا عندنا هنا هوت في ايونات سالبه قلنا بتقضي على اي روائح في الثلاجه. في كمان خاصيه اللي هي درج الخضار، درج الخضار اهو، درج الخاصيه اللي فيه بيحافظ على الطعام لاطول فتره خلال امتصاص غاز الاثرين جوه الثلاجه. ده درج الخضار بتاعنا، درج الخضار بتاعنا. وهنا في الخاصيه اللي كنا بنتكلم عليها هنا هوت في الجنب اهي، اوكي. وده الدرج بياخد طبعا كميات خضار غير عادية. هنا بتحطوا فيه خضار وفاكهة زي ما انتوا عايزين، والمشروم والكلام ده كله. في بقى منطقة التبريد السريع، يعني ايه دي بقى؟ منطقة التبريد السريع بتوصل فيها درجة التبريد للصفر، درجة صفر اللي هو الدرج ده اهو. طبعا مرسوم عليه الفراخ، السمك، اللحمة، ده من الحاجات المميزة جدا في تلاجة تورنيدو اللي احنا شايفينها دلوقتي. كمان امكانية تغيير اتجاه الباب، الباب انا اهو فتحه كده خلاص، لكن هنا ممكن نفتحه من الناحية التانية. ممكن بيتعمل سيستم هنا، ده بيتشال، المفصلة اللي فوق بتتشال والباب بيتعكس الناحية التانية حسب نظام المطبخ الخاص بيكو. وطبعا ما بنفتحها توزيع الإضاءة الليد جوه التلاجة بشكل مختلف، وضلمنا لكم الشارع وشفتوا التلاجة شكلها ايه. في هنا أرفف كتيرة جدا تاخد حاجات بأحجام مختلفة برضو زي ما احنا عايزين. دي أول تلاجة معانا النهاردة من تلاجات تورنيدو، واحنا قلنا دي 560 لتر. في الحجم الأصغر منها هنشوفه بس في الآخر. طيب تعالوا بقى نشوف التلاجة دي، والتلاجة دي في منها اللون الأسود
الفضي وفي اللون الاغمق من ده شويه. الموديل ده اللي هما معانا هنا اهوت فيه سعه لتريه 300 السوداء 450 اللي هي 16 قدم والفضي 386 اللي هي 14 قدم. تتميز بعدة مميزات، الهايبرد كولينج سيستم ده بيساعد على التبريد السريع في جميع اجزاء الثلاجه، في خاصيه الاي جي بلس، حاجه مش بعرف انطقها كويس بس هحاول انطقها، اي جي بلس نانو ديدورايزرز، دي بتساعد على امتصاص الروائح الغير مستحبه وعدم اختلاط الروائح جوه الثلاجه. كمان الارفف الزجاجيه، واللي شافني وانا في مصانع تورنيدو شاف الرف انا طلعته ودست عليه جامد، بيستحمل ما بيجرلوش اي حاجه، شديد التحميل، واضاءه طبعا ليد الخاصه بالثلاجه، وقلنا السعه التخزينيه وسعرها ممتاز مع ضمان 10 سنين لكل الثلاجات اللي بنشوفها النهارده. ده اللون الاسود وده اللون الفضي الخاص بالثلاجه، قلنا الفضي دي 14 قدم يعني 386 لتر، ثلاجة ممتازة، احنا هنا بنستخدمها في الريستوران عندنا، بتاخد كمية حاجات غير عادية، ثلاجة حلوة قوي 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 واقتصادية جدا جدا جدا. طيب تعالوا بقى نخش على الموديل اللي بعده، والموديل اللي بعده من تورنيدو، فيه هنا الووتر ديسبنسر اللي بتنزل لنا المية الساقعة، وهنفتح الثلاجة هنا، دي الثلاجة الوحيدة فيهم اللي هتلاقوا، لا دولت فيهم ايدين، وهنا برضو دي فيها ايد ستانلس مختلفة جدا ومدورة شكلها حلو. اوكي اهو نفتح التلاجة بتاعتنا ونقول لكم اهم الحاجة، احنا قلنا اول حاجة قلنا فيها الووتر ديسبنسر ده بيتحط فيه المية، وبعدين هنا هو الحنفية دي بتنزل لنا مية ساقعة. طيب ايه اهم بقى الميزات الموجودة عندنا في التلاجة دي، تلاجة تورنيدو دي ساعة لترية 496 لتر يعني 17.5 قدم، فيها شاشة، هاتلي من بره، فيها هنا برضو شاشة ديجيتال للتلاجة والفريزر، هنا الفريزر الخاص بالتلاجة فوق اهو. اوكي برضو بياخد حاجات كتيرة جدا، اللي عايز بقى زيها من غير الديسبنسر، في من غير الووتر ديسبنسر موجود ده وموجود ده، في فلتر بيوزع ايونات سلبه بتقضي برضو على البكتيريا واي روائح كريهه في الثلاجه. تعالوا نشوف هنا درج الخضار اللي بيحافظ على اهو، الدرج تحت اهو بيحافظ على الخضار اللي فيه والفاكهه اللي فيه اطول وقت ممكن، ودايما بيخليها طازة، ودي بالنسبة لي برضو حاجة مهمة جدا. في منطقة التبريد السريع اللي بتوصل لدرجة التبريد فيها لصفر مئوية عشان برضو تحافظ على الأطعمة، دايما هنلاقي ده اللي مرسوم عليه هنا السمك والفراخ واللحمة، ده اللي بيوصل لدرجة التبريد السريع علشان نحط فيه الحاجات اللي بنبقى عايزينها على درجة الصفر، ونقفل التلاجة الجميلة دي. اوكي وقلنا الفريزر بتاعها فوق، تعالوا بقى نخش على تلاجة مختلفة جدا شكلا وموضوعا. التلاجة دي زي ما انتم شايفين من بره زي المراية، يعني لو وقفت كده انا ببقى شايف نفسي فيها اهو، تعرف تجيبني في التلاجة؟ تجيب السؤال؟ اهو انا باصص التلاجة، الناس شايفة انا اهو طالع في التلاجة تماما. اوكي؟ طيب تعالوا كده نشوف ايه الميزات اللي فيها. طبعا التلاجة دي من ضمن الحاجات اللي انا هقولها، في ناس بتحط ساعات بتضطر تحط التلاجة مش في المطبخ، بيبقاش في مكان ساعات في المطبخ، بيضطروا يحطوها في اوضه السفره او بره المطبخ، فالتلاجه دي في الحقيقه شكلها حلو قوي، قطعه ديكور في البيت بالذات، الناس اللي بتفرش بيوت مودرن او كده ممكن التلاجه تبقى بره البيت، ممكن يبقى في تلاجه في المطبخ وتلاجه في الليفينج روم او تلاجه ثانيه في السفره، فممكن تبقى تلاجه زي دي شكلها حلو اكنها فعلا قطعه ديكور. وتعالوا نفتح كده نشوف اخبارها ايه من جوه. عندنا الموديل ده سعة لترية 569 لتر يعني 20 قدم، وشاشة ديجيتال نقدر نتحكم فيها في درجات تبريد التلاجة. هتقولي الشاشة اهي، الشاشة بتاعتنا هنا اهو
خلاص فيها المنيو وبنختار الحاجة اللي احنا عايزينها ونختار التبريد اللي احنا عايزينه في التلاجة وفي الفريزر. نشوف الفريزر بتاعها اهو. اوكي الفريزر بقى هنا في حاجة لطيفة قوي اول مرة اشوفها في حياتي. هنا بنحط المية خلاص. هنا في زي القالب بتاع التلج خلاص. وما نعوز التلج هنروح عاملين دي كده قلبين دي كده فالتلج هيروح نازل في الصينية اللي هنا نازل متفرط كل تلجية لوحدها. حاجة عظيمة لطيفة جدا. مش بدل ما نقعد نطلع قلب التلج ونقعد نعمل كده ونعمل كده ونوقع والتلج يقع من هنا على الأرض. لا هنا هنحط المية جوة هنسيبها تتلج. بعد ما تتلج هنعمل دي كده تويست تويست طلع الصينية فيها التلج. شيء عبقري حلو قوي. وقلنا هنا في الشاشة الديجيتال بتاعتنا بنتحكم في درجات التبريد الخاصة بالفريزر وبالتلاجة. التلاجة دي فيها اتنين موديل منهم الموديل اللي احنا شايفينه الباب الزجاجي وموديل تاني في الباب اللي هو زي ده اللي هو بيبقى اللون كده. في فلتر بيوزع ايونات سلبة بتقضي على اي بكتيريا وروائح مش حلوة في التلاجة. في خاصية كمان الدرج الخضار اهو درج الخضار عندنا اللي قلنا عليه قبل كده في التلاجات التانية. وعندنا برضو الدرج التاني اللي بنحط فيه السمك واللحمة والجمبري والحاجات دي اللي هو بيعمل لنا درجة حرارة سريعة جدا اللي هي بتوصل لصفر مئوية عشان تحافظ على الأكل أكبر وقت ممكن. تلاجة تجنن حاجة كده فاشينيستا من تورنيدو. تعالوا بقى نشوف آخر تلاجة معانا. وآخر تلاجة معانا هي زي الأولانية خالص اللي شفناها بس أصغر حجما. تعالوا كده نشوف أخبارها إيه نفتحها برضو دي ممكن أهي أوبا تجنن. طيب التلاجة بقى دي فيها إيه؟ فيها نفس تقريبا الأوبشنز والميزات اللي في التلاجات التانية. هنفتح الفريزر بتاعها أهو أوكي. دي 430 لتر يعني 15 قدم. فيها شاشة ديجيتال نقدر نتحكم فيها في درجات تبريد التلاجة والفريزر اهو. دلوقتي احنا عاملينها على 4 درجة مئوية للتلاجة وماينس 18 او ناقص 18 للفريزر. وهنا الفريزر تحت موجود تحت. في الفلتر اللي بيوزع ايونات سلبة بتقضي على البكتيريا والروائح الكريهة. خاصية الادراج برضو هنا في درج الخضار اهو. هنا برضو ممكن نقلب الباب يمين او شمال زي ما احنا عايزين. هنا في الدرج الخاص بالخضار والفاكهه وعندنا الدرج اللي درجه الحراره بتاعته بتوصل لصفر مئويه سريع جدا. نحط فيه لحمه والسمك والفراخ واي حاجه عايزينها تبقى على درجه حراره صفر. ودي كانت اخر حاجه شفناها النهارده من ثلاجات تورنيدو. خلينا مره ثانيه نفكركم ثلاجات تورنيدو 10 سنين ضمان من تورنيدو والعربي. تكنولوجيا متطوره جدا شكل مبهر جدا للتلاجات وفيهم زي ما شفنا اوبشنز كتيره قوي تنفع اي حد. كل واحد حسب الامكانيات اللي معاه ممكن يجيب تلاجه محترمه تعيش معاه العمر كله. بشكر تورنيدو. دي كانت اخبار تلاجات تورنيدو النهارده. خلونا نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم مع سعاد سليمان. خليكم معانا لو سمحتوا. كل ليلة ألف ليلة وليلة قصة 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 كل ليلة يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار
حيري له باله، غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد، احكي لشهريار، اشغلي له ليله لطلوع النهار. حيري له باله، غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد، احكي يا شهرزاد، احكي يا شهرزاد. الف ليلة وليلة قصة كل ليلة، الف ليلة وليلة قصة كل ليلة، الف ليلة وليلة قصة كل ليلة. الف ليلة وليلة قصة كل ليلة، الف ليلة وليلة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة. احكي يا شهرزاد، احكي لشهريار، اشغلي له ليله لطلوع النهار. حيري له باله، غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد، احكي لشهريار، اشغلي له ليله لطلوع النهار. حيري له باله، غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد، احكي يا شهرزاد، احكي يا شهرزاد. الف ليلة وليلة قصة كل ليلة، الف ليلة وليلة قصة كل ليلة، الف ليلة وليلة قصة كل ليلة. شكرا شكرا، ميرسي. مالك؟ سلامتك. طبعا المرايات اللي في الفستان بتاعك عامله لهم جوه مشكله. اه طبعا، ان الجمهور شايف حاجات على وشك عماله تلعب. ايوه، المرايات عامله ريفلين من اللومض، فما تتخضوش، ما في، هي كده اي حاجه، دي العاب بريئه. اه يعني بص، هتلاقي حاجات عماله تلعب في وشها عادي عادي، دايما هي السوسو تحب تعمل مناظر. العاب بريئه، العاب بريئه، خلينا بريئين. ازاي؟ ازاي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. شخصية النهاردة أنا ما أعرفش عنه أي حاجة. هو ما يعني ناس كتيرة ما تعرفش عنه حاجة، مع إن هو يعني عامل مجموعة كتب مهمة جدا. طب جدا. لا لا، قولي بلغني أيها الجمهور السعيد إن الشريف مش عارف إيه وكده يعني. طبعا طبعا. يلا. إحنا عندنا كام شريف؟ يلا استعدوا يا بربش لو سمحت. بلغني أيها الجمهور السعيد، جمهور القمر شريف مدكور ذو العقل الرشيد. أنا أنا. ميرسي. انا الناس كلها عارفه، العالم كله عارف ان انت شريف مدكور. اكيد مفيش شريف مدكور في مصر غير واحد. نعم. لا على فكره اسمي فيه كتير جدا اسمه شريف مدكور. والله في قريبي اسمه شريف مدكور. برضه بيلعب كوره. اه طبعا كان بيلعب كوره في الاهلي، ابن كابتن ناصر مدكور. اه لا في كتير شريف مدكور. جديده دي بالنسبه لي. قول لنا بقى يا سوسو، ايه النظام؟ اقول لك النظام. النظام انه بعد ما طلعت الحمله الفرنسيه من مصر سنه 1801، حصل هوس في العالم بمصر، خاصة لما صدر الموسوعة العظيمة اللي هي كتاب وصف مصر في عدة أجزاء. طبعا تعرف بس صدرت الأول في باريس، طبعا في باريس، لأن الحملة الفرنسية على بال ما لمت المواد العلمية اللي كانت بتلمها كان يعني. عايزك تهزري بس لفوق كده عشان المرايات اللي على وشك دي خيالتني. ماشي. كانت الحملة طلعت من مصر، فلما صدر في فرنسا العالم اتهوس بفكرة الذهاب إلى مصر. منهم إدوارد ويليام لين، هو اتولد في بريطانيا سنة 1801، يعني السنة اللي خرجت من فيها الحملة الفرنسية من مصر. اتولد إدوارد ويليام لين، وهو أبوه كاهن، وكان يعني راجل رجل دين. قصدك يعني راجل دين؟ وبيحب العلم وحريص على انه ابنه يتعلم، وابنه اللي هو إدوارد تعلم تعليم جيد. وبعدين حصل له مشكلة صحية
فنصحوه ان هو يروح الشرق اللي هو حاسه الجو الجاف يعني، وتعلم لغة عربية. ومش عارفة ليه يتعلم لغة عربية، يعني ايه الدافع ان هو يتعلم لغة عربية قبل ما يجي مصر، وقرر ان هو دي تبقى حياته ودي تبقى مهنته. جه مصر سنة 1825 في عصر محمد علي، كان عنده 24 سنة، وبدأ ان هو اولا يعني سمى نفسه منصور افندي، وسكن في حارة السقايين، وتخلى عن لبس البدلة الإفرنجية والبرنيطة الإنجليزية، ولبس اللبس الزي المصري العادي جدا، وبدأ يزور الأماكن الأثرية. كان مبهور جدا بكل الأماكن الأثرية، وبدأ إن هو يكتب عن الأماكن دي، لكن لفت نظره الشعب أكتر من الأماكن، فعمل كتاب مهم جدا اسمه المصريون المحدثون عاداتهم وشمائلهم. المصريون الايه؟ المحدثون، اللي هم الحديثه يعني، الحديثه مش المحدثين يعني. وعاداتهم وشمائلهم يعني العادات والتفاصيل وكده. الكتاب ده كتاب بديع لسبب انه ما سابش حاجه في مصر ما كتبش عنها، وعامل حاجه عظيمه جدا. يعني مثلا انتبه لفكره ان البياعين بيندهوا على البضاعه بتاعتهم، ودي كان بالنسبه له حاجه غريبه ان بياع يغني للبضاعه، هو من وجهه نظره بيغني للبضاعه مش بينادي عليها. فعمل زي نوته موسيقيه صغيره، عمل مفتاح الصول، وبدا يكتب النغمه الموسيقيه اللي للاغاني دي البياع المصري بينده بيها على البضايع بتاعته. خلي بالك ان لغايه دلوقتي في كده يعني، وكاله البلح عارفها ولا مش عارفها؟ اه طبعا. طيب. وكاله البلح بتلاقي البياعين واقفين يغنوا. لا الفكره بس ان هو اهتم بجزئيات تفصيلات كده احنا مش واخدين بالنا منها. فمثلا مع السلع بطاطا هو بيكتب النغمه الموسيقيه اللي مجنونه يا قوطه، اللي البياع بيقول منها النغمه. الاذان، انتبه للاذان وعمل نوته موسيقيه النغمه الموسيقيه اللي بيتقال منها الاذان الفاتحه. فده جننه يعني، هو اتعامل مع مصر على ان هي شيء ساحر جدا. وبعدين ترجم القرآن، ودي كان اول مره. لا دي واحده، ترجمه ازاي؟ لا ترجمه من العربي للانجليزي. يعني تفسير، ما ينفعش الترجمه. لا يعني لا ترجمه، ما هو دي واحده. القرآن الكريم باللغه الانجليزيه او باللغه الفرنسيه هو مكتوب فرانكو. اي يعني بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبه بي اي اس ام. لا الحقيقه انا ما اعرفش هو ترجمه، ما انا بقول لك هي، لكن احنا حتى في الصور معانا غلاف الترجمه. هو القران ملوش ترجمه، ما ينفعش ترجم، هو لازم يعني الاجانب لما بييجوا يقروا القران استني بس بيقروا زينا بس مكتوب بالفرنك بالحروف بتاعتهم، وتحت بقى مكتوب كل ايه تفسير معناها ايه. ممكن فاهمة قصدي؟ ممكن يكون. لا مش ممكن، ده اكيد ما ينفعش. لان انا كتاب ربنا لا يترجم، ما ينفعش. انا مش يعني مش متاكده من الموضوع ده، لكن لا انا باكده لك يعني. طيب تمام، المعلومه اللي عندي بس ان هو ترجم القران. هو كمان هو اسمها كتب القران باللغه الانجليزيه او الفرنسيه. تمام يعني كده. بعد كده اهتم كمان بالقاهره، وعمل كتاب عن القاهره، والقاهره دي لازم نعمل عنها حلقه. يعني القاهره دي اكتر مدينه في العالم اتكتب عنها كميه كتب من غير طبيعيه، من مستشرقين المان وانجليز. كمان ابن اخته اللي هو ستانلي ليمبول عمل كتاب عن القاهره، وهو اللي عمل المقدمه، لانه كان ادوارد ويليام لين مات، فستانلي ستانلي ليمبول عمل مقدمه للكتاب بتاع القاهره اللي الفه ادوارد ليمبول. وعمل كتاب من عن مترجم يعني من اللي هو ايه الالفاظ المصر العربيه ترجمها للانجليزيه، بحيث انه الانجليزي يتعرفوا على لغه هذه البلاد. وعمل حاجه عن العرب في العصور الوسطى برضو، وده كان كتاب مهم. وهو كان ساكن في حاره السقايين، وحاره السقايين دي كان بالنسبه له يعني هي فين؟ عند الازهر؟ هي في عابدين، احدى تفرعات عابدين، وكان شكلها حلو قوي. استاذة شريفة فضل غنت لها على مين على مين على مين، ايوه تروح تشرب بيها الميه في حاره
السقايين. وبعدين هو جه ثلاث مرات مصر، اول مره من 1825 1828، وبعد كده من 1833 ل 1838، اخر مره جه مصر كان 1849 اللي هو السنه اللي مات فيها. مات في مصر محمد علي؟ لا هو مات سنه 1876. فين؟ في فرنسا ولا في بريطانيا؟ بريطانيا، يعني هو بريطاني اصلا. فهو لما مات محمد علي 1849 هو كان جمع كميه الماده اللي هو عملها ورجع بيها مصر. وده هو يعني قال ان هو عنده الاف الصور اللي رسمها بنفسه، ودي اللي ضمنها الكتب بتاعته اللي كانت موجوده. تعالي نسمع اغنيه ونرجع نتكلم عليه بالتفاصيل. يلا اغنيه وهنسمع اي حاجه للاستاذه فايزه احمد. الله. الله. قلبي ليك ميال. يا سلام يا سلام. هتقول لنا بقى قلبك ميال لمين؟ انا ليك؟ لا انا ليه، احنا ما ينفعش الاحراج ده. مين؟ انا؟ يعني انت مرتبط؟ انا لا لسه. ليه؟ ادعي لي بقى. لا احنا عايزين يعني عايزينك ترتبط عشان انت شخص ما ترتبط طيب. انت اشمعنى هو يعني انت مش عايز تتجوز وتورطه؟ ايوه انا خلاص عديت، انا داخل على الخمسين. ايه العلاقه؟ لا ده ادعى ان انت تتجوز. ما في علاقه. اسكتي بقى. شايفين لابس دبله؟ لا ده كده وكده انا بهزر لحسن تصدقوا. احنا قاعدين لكم هنا، احنا اتجوزنا الشغل. مين بقى؟ أنا؟ مواصفات فتاة أحلامك إيه؟ طيبة برضو. يا عيني. وأنتوا الاتنين ما بتشتموش. لا ونشتم ليه؟ يعني صح، ما أنا معاك في كده والله. هنشتم ليه يعني؟ أيوه وبعدين؟ بس مش عايز حاجة تانية والله يعني. يا حبيبي. وبعدين هي أعتقد الموضوع ما بيبقاش ليه، أنا ما بحبش أحط حسبة لأن هي بتيجي كده. فمن غير حسابات بقى، هي تيجي وقت ما تيجي. يا واد يا عائل. بقول لك الحب في القلب زي عضة الكلب. يا بنتي اسكتي. ده انت غني يا حبيبي غني، وبعديها فاصل. يلا بشعة، بتقول حاجات مش رومانسية خالص. وانا لابس لكم تيشيرت عليها لافو قلب، مش ممكن. مزيكا. أنا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك عالباب، أنا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك عالباب، أنت وبس اللي حبيبي، أنت وبس اللي حبيبي، أنت وبس اللي حبيبي، أنت وبس اللي حبيبي، مهما يلوموا العزاز. وبحبك قد عينيا حتى اكتر منها شويه، وبحبك قد عينيا حتى اكتر منها شويه، واسالها انت وحلفها على طول هتقول لك هي، اسالها انت يا حبيبي على طول هتقول لك هي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس
اللي حبيبي مهما يقولوا العزاب. برافو. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية وبنتكلم عنها على شخصية من المستشرقين اللي جم مصر من انجلترا وجي زي ما قلنا ثلاث مرات، اخيرهم كان سنة 1849. هو يعني الميزة اللي كانت فيه انه ما كانش جاي علشان ينهب اثار، يحصل على امتيازات وغنائم. هو جاي يعني كان مخلص جدا جدا لفكرة العلم، وجمع اكبر قدر من الصور لكل الاماكن الاثريه. كان ليه رحله مهمه جدا عبر النيل من اول الاقصر واسوان، يعني هو طلع من مصر من النيل رحله نيليه لحد ما وصل لجنوب السودان. ودي كانت يعني تعالي نشوف الصور. يلا بينا. يلا اول صوره لو سمحتوا. اوكي، دي صوره تقريبيه ليه طبعا، ما كانش شكله مصري خالص. هو لابس اللبس المصري، العمه والجلابيه اوكي. ده ايه ده؟ دي حاره السقايين اللي كان ساكن فيها. بص بص الجمال، بص الروائق. ده ايه بقى؟ كتاب؟ ده المفروض ان هو ده الترجمه القران. ده القاموس اللي العربي اللي قبل ده، كان اول قاموس من العربيه للانجليزيه، وده القران الكريم. تمام. هو اللي هو مكتوب اهو Arabic English. اوكي اللي بعده ده من مؤلفاته عن القاهرة والشرق الأوسط. ده الكتاب اللي هو ده عادات المصريين وتقاليدهم. واللي بعدها المجتمع العربي في العصور الوسطى. اوكي دي من اهم المؤلفات الخاصه بيه. طب هو كان مهتم بمصر والبلاد اللي حوالينا، الشرق الاوسط يعني، مش او اللي هو كان مهتم بمصر بشكل خاص. كمان ترجم الف ليله وليله. لا يا شيخه، دي كانت اهم حاجه عملها، لان هو كان مفتون بالف ليله وليله شهرزاد وشهريار. طبعا. ومسرور وكلهم ورجانة وكلهم، وترجم ألف ليلة وليلة. ودي برضو كانت ترجمة مهمة جدا، وأضافت لفكرة أن العالم كله يعرف ألف ليلة وليلة، لدرجة أنه الأديب العالمي ماركيز قال لك أنا تحولت لكاتب مهم بسبب ألف ليلة وليلة. طب ميرسي يا سعاد على كلامنا النهاردة. تعالي نتفق اتفاق. مصر فيها مجموعة قصور من أهم القصور اللي في العالم. طبعا. والقصور اللي عندنا فيها تحف ومقتنيات، وفي الحقيقه اللي بنوا القصور دي كلهم كانوا مهندسين تلاينه وفرنساويين في عهد اسره محمد علي. هنقول قصر رأس التين في اسكندريه، قصر المنتزة في اسكندريه، قصر الصفا في اسكندريه، عندنا هنا في القاهره قصر عبدين، قصر القبه، قصر الطهره، قصر الاتحاديه. يمكن قصر التحديه هو اخر قصر اتبنى، لان ده اتبنى ايام البراء امبان. فاحنا ايه رايك السبع قصور دول وهم دلوقتي قصور رئاسيه وفيهم حاجات مبهره طبعا، وفي معلومات عن القصور دي الناس مش عارفاها. تعالي نمشي كده السبع حلقات الجايين بالسبع قصور دول ان شاء الله. ايه القصر اللي جاي تحبي نتكلم عن القصر؟ اول قصر ايه؟ عابدين بقى. قصر عابدين. يبقى الحلقه الجايه هنتكلم عن قصر عابدين. في قصر محمد علي في شبرا، وفي طبعا قصر محمد علي في شبرا، في قصر الجوهره في القلعه، في قصور كتيره جدا. تعالي نتكلم عن قصر وبعد كده نتكلم عن مره برضو عن قصر البارون. بس احنا خلينا في السبع قصور الرئيسيه. ماشي. الرئاسيه في الاول. أوكي. وبعد كده نخش على قصر محمد علي في شبرا، وقصر الجوهره في القلعه، قصر البارون امبان، قصر السكاكيني باشا طبعا. في غمره طبعا، ده تحفه معماريه غير مسبوقه طبعا. في الحقيقه طبعا. تعالي نخش كده قصر نتكلم عليهم بعد اذنك، هتبقى حلقات مفيده ان شاء أكيد. الله بشكرك، شرفتينا ونورتينا. ميرسي سعاد سليمان، يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف.
نشوفكم بكره في نفس الميعاد. شكرا لكم، باي باي.